نعم، أطلقت وزارة الدولة لشؤون الشباب كتاب Those Who Inspire، والذي يحكي قصة نجاح وإنجازات 63 شخصية كويتية مبدعة بمختلف المجالات والمراحل العمرية. إنجازات هؤلاء المبدعين وثقتها طبعا الكتب لتكون سبيل إلهام وقدوة لإرادة الشباب بمختلف الأعمار لتحقيق طموحاتهم ورغباتهم في خلق كويت جديدة رائدة اجتماعيا واقتصاديا. لنتابع. لتسليط الضوء على مفخرة الكويت من الشباب المبدع بمختلف المجالات الذين يقدمون دروسا من الطموح والإلهام لجميع فئات المجتمع، أطلقت وزارة الدولة لشؤون الشباب كتاب Those Who Inspire. كتاب أعد من قبل شركة غير ربحية، شركة مميزة من إخواننا وخواتنا المبدعين الذين أرادوا أن يسلطون الضوء على شباب الكويت من الجنسين المبدعين بعدة مجالات، سواء كانت مجالات إبداعية أو صناعية أو غيرها، ومن ثم إن شاء الله توجيه هذه الطاقات نحو بناء علاقات ثرية تنوع مصادر الدخل لبلدنا الغالي. الكتاب يحتضن إنجازات 63 شخصية كويتية مبدعة بمختلف المراحل العمرية، مما يساهم في إلهام وتعزيز إرادة شباب وشابات الكويت لتحقيق طموحاتهم ورغباتهم. 63 شخصية تلهم الكويتيين بمختلف المجالات، وصراحة يعني ما في كلام يشرح هم شنو. احنا اليوم هذه الشخصيات يعني من كبير لصغير، مو في عمر معين، للجيل القادم، لأي واحد يمسك الكتاب يلهمه. وزارة الدولة لشؤون الشباب تشجع وتدعم البرامج والمشاريع والخدمات الوطنية التي تهدف لبناء قدرات الشباب وتعزز من مساهماتهم الاجتماعية والاقتصادية في البلاد. حسن بن غيام، تلفزيون دولة الكويت.